يعتبر الدولار أكثر العملات تعرضاً للتزييف في العالم. حتى المزورين المهرة لم يمضي طويلاً حتى ينكشف أمرهم، لكن الطابعات الحديثة وآلات تصوير الملون جعلت كشفهم أصعب. بدل أن يزور شخص واحد مليون ورقة، سيكون هناك مليون شخص يزور كل منهم ورقة. فهل التقنية الجديدة تغري مزيداً من الناس لتزوير العملات؟ تزييف العملات هل يمكن مقاومته؟ لا يكترث الناس إنهم يحملون في جيوبهم عملاً فنياً له قيمته الجمالية، ولو تمعنوا فيه لرأوا كم هو جميل حقاً. فالدقة التي وضعت فيها أجزاؤه تبرز نفسها بشكل استعراضي، ويمكن تخيل هذه الثنيات على أنها ستارة المسرح. وها هو بنيامين فرانكلين يبرز وكأنه الممثل الرئيسي. إن تصميمه في قمة الإتقان والكمال بمواصفات العملات المتداولة ومقاييسها، أعتقد أنه فاز بجوائز عديدة على مر السنين. نقش أمريكي رائع أحادي اللون، وأساساً فإن النقش الغائر ذا اللون الواحد له صفاته المميزة. إن للدولار مكانة فريدة في عالم اليوم، ومثلما أنه العملة الأكثر انتشاراً، فهو كذلك الورقة النقدية الأشد تعرضاً للتزييف. وهناك ضغوط في أمريكا في اتجاه تغيير تصميمه، وقد أصبحت هذه الورقة الخضراء عنواناً للهيمنة الاقتصادية. هناك ما يقارب 150 بليون من الدولارات متداول في العالم، وهي قيمة نقد أمريكا، وهذا يعني وجود حوالي 12 بليون من الأوراق النقدية. إنها فعلا أرقام مذهلة. إن صناعة الأوراق النقدية هي عالم محكم الإغلاق، وحلم مصمميها صعب المنال هو إبداع عملة لا يمكن تزييفها، وهم يجهدون في جعل مراحل التصنيع معقدة بحيث يتعذر تقليدها ومحاكاتها. غير أن الدولار آخذ في أن يصبح سهل التزييف، ويعتقد كثير من طابعي سندات المالية بأن بساطة تصميمه تجعله أسهل عملة يمكن تزييفها. وبنك الاحتياطي الفيدرالي دائما متيقظ ضد أي تزييف، فإذا حدث وانسلت ورقة مزورة من خلال البنوك التجارية فيجب اعتراضها هنا، إذ يتم يوميا التعامل مع 8 ملايين ورقة نقدية مستعملة يعاد معظمها إلى التداول، ويمزق ثلث المتبقي من الأوراق القديمة أو غير النظيفة، وتقوم آلات الفرز بفصل الأوراق المزيفة، فالحبر على الورقة الأصلية يحمل شارة بصرية ومغناطيسية تميزها الأجهزة الكاشفة، وترسل أي أوراق مرفوضة إلى رجال المباحث، وتخزن في مقر بنك الاحتياط بواشنطن، وهذه حصيلة شهور من مدينة نيويورك. وقد حطم حجم الأوراق المزيفة رقما قياسيا بلغ 132 مليون دولار، والتزييف لم يعد مقصورا على المزيفين المهرة. إن الإنجازات التي تحققت في مجال الطباعة ونسخ الألوان فتحت الباب أمام جيل من المزيفين الهوى هناك، يعتبر الإمساك بهم أكثر صعوبة. ويتزايد قلق البنوك في أرجاء العالم من التهديد الذي يمثله التزييف،
وقد أصبح تزييف العملات تجارة دولية، والهدف الرئيسي هو الدولار. فهولندا مثلاً بلد متقدم في مجال فن التصوير والزخرفة والكتابة والطباعة، وخرج منه مزيفون بارعون. ومهمة ديريك شيرمان هي اقتفاء أثرهم والإيقاع بهم، فهو مسؤول مكافحة التزييف في هولندا. وعندما تدخل ورقة نقدية جديدة التداول، فإنه يتفحص مصدرها وأصلها. هل شوهدت أيضا في مكان آخر؟ هل هي نتاج عملية تزييف جديدة أم أنها من بقايا عملية قديمة؟ هل هناك أي أدلة في أسلوب الطباعة قد تقود إلى مشتبه به معروف؟ ويتيح له الفيديو فاكس الموصول بالإنتربول الوصول إلى أي معلومات استخبارية بشأن هذه الورقة النقدية، فكل ورقة مزيفة تصنف حسب فروقات دقيقة للغاية في شكل ختم الخزينة، ويحتفظ رجال المباحث بعينات لكل دولار مزيف، ويوجد في هذه الملفات دولارات مزيفة من إنتاج مايك لاندرس. يعتبر مايك لاندرس من المدرسة القديمة للمزيفين البارعين، فوالده كان يعمل في النقش والحفر، وأصبح هو أستاذا في الطباعة في نيويورك. ورغم أنه اليوم مستقيم، إلا أنه ضبط قبل 30 سنة متلبسا في التزييف. ويصف لاندرس في كتاب له بعنوان أنا صنعته بنفسي كيف أغوته عصابة للمافيا حين طلبت منه مهمة طباعة عاجلة. يقول بأنه ألقي القبض عليه بتهمة التزييف عام 1964، إلا أنه لم يودع السجن. ويضيف أنه لم يحدث أن صادف واحدا من مصوري المطابع في الأعوام 40 التي عمل خلالها كطابع لم يحاول مرة واحدة على الأقل وضع ورقة نقدية أمام كاميرته بغية استصدار مسودة لها، مما يعتبر بحد ذاته جناية. ويقول إنه سيقوم بتكبير هذه الصورة الآن بنسبة 150% لكي لا تعتبر تزييفا. بعد المسودة يبدأ العمل. يقول إنه ما أن يبدأ يراقب الخط الدقيق الجميل الأنيق المنقوش يخرج نحوه تدريجيا حتى يأخذ قلبه بالخفقان، وهذا أمر غير اعتيادي لأنه يعمل في الخفاء، فهو يخوض مغامرة إجرامية لا تبدو وكأنها جريمة، وفي الواقع أنها تتوضح أكثر فأكثر وتتحدد معالمها بشكل أنيق. لمتابعة خطوات هذه العملية سيقوم لاندرس بنقل المسودة إلى صفائح الطباعة المطلية بمادة حساسة للضوء، ولكن عليه أولا الحصول على مسودة جيدة. إن فرز ختم الخزينة الأخضر عن كلمة 50 المطبوعة فوقه هي دائما عملية شاقة. يقول إنه لو أدرك ما الذي سيفعله هذا بحياته لما أقدم عليه أبدا، ونصيحته لأي شخص يلازمه التفكير بهذا أن لا يتجاوز عملية تصوير المسودة، وحتى عندما يفعل ذلك فعليه وضعها في مادة الكلوريكس لتنمحي وتبيض وتنتهي بشريط من الفيلم ممسوح وذهنه صاف وباله مرتاح. ويضع المزيفون أيديهم على تقنية الطباعة والتصوير بسرعة، فهذا جهاز يعمل بالليزر ويعطي صورا واضحة جدا، إلا أن آلات كهذه رسمت تفاصيل الخطوط الدقيقة لورقة الدولار. إن فرصة الوصول إلى هذا الجهاز غير متاحة لمعظم المزورين، لكن حجمه آخذ في الصغر وأسعاره تنخفض وتتزايد سهولة الحصول عليه.
ها هم يحومون ثانية حول ختم الخزينة الذي يعتبر هدفا سهلا بالنسبة لجهاز المسح الذي يعمل بالليزر ويختصر الوقت. يقول إن الأمر استغرقه أكثر من أسبوع وهو يقوم يدويا بإعتام أجزاء الصورة والتكبير والتصغير. ويجري إنتاج الصفائح الكليشيهات بجودة أفضل في فترة وجيزة، غير أنه ما زال هناك حاجة إلى مطبعة تطبع أوراق النقد. لن يكون للتقنية الجديدة تأثير يذكر على الطابعين، وسيتوجب استخدام الطريقة نفسها، كما أن الإغراء هو نفس الإغراء، وكل ما تقدمه التقنية هو توفير الوقت. أما التقنية الأخرى المستخدمة الآن كآلات التصوير الناسخة الملونة فإنها تجعل الأمر سهلا والإمكانيات أوسع وأرحب. إنه الإغراء ذاته موجود مع توفر مزيد من الآلات ومزيد من الناس الذين هم حتى ليسوا من العاملين في مجال الطباعة. إنه تهديد كامن، وعلى المرء أن يدرك أن الجناية هي نفسها عندما يضع الورقة النقدية في الآلات الناسخة بقصد إصدار أوراق مماثلة لها. إنها ما تزال جريمة كبرى. إن جودة صورة الناسخة الملونة تثير الدهشة، حتى أن ملمس الورقة هو كملمس الورقة النقدية الحقيقية. تكمن حدة المشكلة وحجمها في أن مزيدا من الناس الذين يبررون نسخ وطباعة الأوراق النقدية على أنه عمل غير بغيض، فشركتنا تعمل منذ ما يزيد على 10 أعوام في إصدار قسائم لمطاعم الوجبات السريعة. وسبب وجود الشركة في هذا المجال هو أن طلاب الجامعات يجدون المبرر لتصوير القسائم ليتناولوا بواسطتها وجباتهم. وإذا برر المرء لنفسه تزييف ورقة ال5 دولارات أو الدولار اعتمادا على مستوى التضخم، فسينسحب هذا المنطق على الجميع، ويصبح هناك 1,000,000 شخص يزيف كل منهم ورقة واحدة. كان التزييف قبل استقلال أمريكا أكثر من كونه جريمة طائشة، وحملت أول ورقة نقد أمريكية تحذيرا ضد المزيفين. ثم أصبح الاتجاه إصدار أوراق نقدية يصعب تقليدها. أحد أكثر الذين عملوا على محاربة التزييف كان الرئيس الأمريكي الأسبق بنيامين فرانكلين، إذ ساهم في إصدار أوراق نقدية يتعذر تزييفها. فمثلا وضع قطعا صغيرة من مادة المايكا شبه الزجاجية آملا أن لا يتمكن طابع منحرف من حيازتها. وكذلك فقد اشتغل فيما سمي بالطبعة الرئيسية، والتي هي طبعة حقيقية لورقة توصل إلى إنتاجها عن طريق ابتكار خاص به باستخدام صفيحة معدنية رقيقة تفصل بين سطور الورقة المعدة للطباعة. كما قام فرانكلين بكتابة اسم مستعمرة بنسلفانيا بطريقة خاطئة، على أمل أن يظن من هم بصدد تزييف تلك الأوراق النقدية أنها مزيفة. هذه الخدعة لم تنجح، ولكن تلك الطبعة كانت فعالة كرادع ضد التزييف. ماساتشوستس كانت أول مستعمرة تصدر أوراق نقدية أمريكية مستقلة، وطبع بول ريفيري كليشيهاتها في مشغله عام 1775. ولثلاثة قرون ظلت أوراق النقد تطبع بطريقة الطباعة الغائرة التي تبدأ بنقش خط دقيق والأشكال والتفاصيل على سطح صفيحة نحاسية، ثم تحبر فيصبح للخطوط المحفورة بروز محبر على ورقة النقد. يكمن سر هذه الطباعة الغائرة في الضغط الهائل الذي تتعرض له صفيحة الطباعة، والذي يدفع الورقة
إلى امتصاص الحبر من الخطوط المحفورة، وما يزال هذا المبدأ مستخدما اليوم، فملمس الطباعة البارزة ووضوح الصورة يصعب تقليده. كانت معظم أوراق النقد الأمريكية تطبع باستخدام صفائح نحاسية كهذه التي يعود تاريخها إلى عام 1815. كان النحاس مفيدا جدا للطباعة لأنه يتقبل حفر خطوط دقيقة، لكن النحاس هو أيضا لين، مما يقلل من عدد المرات التي يمكن فيها استخدام صفيحة نحاسية بعينها. كما ترى هنا بدأ النحاس يبلى، وهذه العلة وراء أن الصفيحة النحاسية لم تعد تستخدم. وكلما بليت الصفيحة كانت تعد نسخة أخرى باليد، فلم يكن هناك صفيحتان متماثلتان تماما. وقد أوجد هذا مشكلة، إذ أصبح من الصعب التمييز بين أوراق النقد الأصلية وتلك المزيفة، وكان الحل هو إنتاج نسخ مطابقة لنقوش على الفولاذ، وهي حرفة تطورت في بداية القرن 19، حيث يدور النقش الأصلي تحت ضغط هائل ويلتف على اسطوانة فولاذية قليلة الصلابة. وبعد جعلها صلبة، فإن هذه الصفائح الفولاذية يمكن استخدامها مرة تلو الأخرى عند الحاجة إلى صفيحة طباعة جديدة. ثم جاء اختراع الرسام الآلي ليحد من نشاط النقاشين المزورين، فقد أصبح من المتعذر تقريبا على المزيفين أن يقلدوا يدويا تلك الأشكال والزخارف المعقدة التي ترسمها آلة الرسم الهندسي. وبحلول منتصف القرن 19 ازدهرت طباعة أوراق النقد هناك، فاندمج كبار المصنعين وشكلوا شركة أوراق النقد الأمريكية التي أنتجت بدورها الآلاف من كليشيهات الطباعة، ويوجد في مخازنها كل الأصباغ والصفائح من بقايا حقبة كانت فيها آلاف البنوك تصدر أوراقها النقدية الخاصة بها. وأمكن دمج النقوش التصويرية مع أشكال الجزء الأساسي والهوامش في الورقة النقدية لإصدار أوراق نقد مستقلة للبنوك المختلفة. وهكذا أصبحت أوراق النقد رموزا لآمال وطموحات كل ولاية، كما كانت انعكاسا للحياة اليومية. ولكن كان يجري تقليد هذه الأعمال الفنية الأنيقة بشكل كبير، فخلال الحرب الأهلية الأمريكية كان أكثر من ثلث العملة المتداولة مزيفا، وفي عام 1863 صدرت أول أوراق نقد قومية. سميت أول إصدارات الحكومة الفيدرالية بأوراق تدفع عند الطلب، ولأن لون ظهرها كان أخضر فقد أصبحت تعرف بخضراء الظهر، وما تزال تعرف إلى الآن بخضراء الظهر. وفي غضون عامين من أول إصدار أصبح عدد الأوراق المزيفة مساو تقريبا لعدد الأوراق الأصلية، وتحتم القيام بعمل ما. وقبيل اغتياله في عام 1865 قام أبراهام لينكولن الرئيس الأمريكي آنذاك بتشكيل مجموعة من المباحث، ولم يكن دورهم العمل على حماية الرؤساء بل حماية الاقتصاد عن طريق تعقب المزيفين والإيقاع بهم. واعتقل كثير من الناس، وأصبح تزييف العملة نشاطا محفوفا بالمخاطر، واكتسبت مباحث الخزينة سمعة قاسية، وما تزال التحذيرات التي أطلقوها قبل 50 عاما نافذة إلى اليوم. This young lady, knowing her money, pretends she has no change and calls the manager. Examine the treasury seal. You will find the points on the genuine are sharp and clearly defined. On the counterfeit, they are broken off or dull.
Remember instruction. Delay the passer under a pretext. I wonder if they would have taken the chance had they known that the maximum penalty for passing one counterfeit note is 15 years imprisonment in a federal penitentiary and a $5,000 fine. وبدلا من جعل تزييف الدولار أقل سهولة، واصلت وزارة الخزينة الأمريكية اعتمادها على مباحثها الخاصة. ويقال اليوم إن مصدر العملة المزيفة هو الجريمة المنظمة وعصابات المخدرات، وفور ظهور أوراق نقد مزورة يبدأ فحصها الجنائي. وبتمرير مغناطيس على الورقة يمكن معرفة ما إذا كان الحبر ممغنطا أم لا. فإذا كانت الورقة أصلية فيجب أن يظهر طيف مغناطيسي مميز. هذه الورقة فشلت تحت الفحص، فالعملة الأصلية المصنوعة من القطن لا تمتص أو تطلق الضوء إذا تعرضت للأشعة فوق البنفسجية، بينما العملة المزيفة المصنوعة من الخشب تحتوي على عناصر تشع. إنهم يحاولون معرفة مصدر الورق. باستعمال أسلوب التحليل بالبقع يمكن تحديد نوع الخشب ومصدر الورق، فإذا كان هناك بعض ألياف البامبو موجودة مثلا فهذا ممكن أن يدل على أن الورق مصدره الشرق الأقصى، حيث يوجد ازدياد كبير في التزييف. وترفع بصمات الأصابع عن الأوراق بواسطة رشها بمادة كيماوية تتفاعل مع الأحماض التي تفرزها أطراف الأصابع، وبتسخينها بمكواة بخارية تصبح البقع بنفسجية اللون. الطريقة الوحيدة أحيانا لرؤية بصمة اليد هو فحصها بواسطة الليزر، وفي الحالات التي يصعب ربط المزيف بعملية التزوير قد تكون صورة البصمة إثباتا فاصلا في قاعة المحكمة. هناك نموذجان أو ثلاثة للمزيف، فأول ما نفكر به هو الفنان المخلص الذي يمضي حياته بأكملها من أجل تحقيق هدف فني، هو إنتاج ورقة مزيفة مطابقة تماما للورقة الأصلية. لقد رأينا لمحة مختصرة من حياة ذلك الشخص، ونحن معتادون على تلك النوعية، ويعود الفضل لنا في أن هؤلاء المزيفين هم مجموعة صغيرة. إلسوورث روستون يمكن تصنيفه ضمن فئة الفنانين، فهو فنان جاد يبذل قصارى جهده حتى يتوصل إلى إنتاج ورقة نقد مزيفة يستحيل اكتشافها، وقد بدأ في التزييف قبل ما يزيد على 25 عاما، وكان يقوم بالتزييف في كل فرصة كانت تسنح له وهو خارج السجن، وحين تتوفر لديه المعدات اللازمة، وهو لا يمارس التزييف من أجل النقود بل لأنه يمثل تحديا وتسلية. إن الجودة هي الضمان، وهي انعكاس لشخصيتي، فأنا شخص أسعى إلى الكمال، كما أنني مثالي وكل ما أنتجه يكون في حالته النموذجية. يجب أن يبرز شخصيتي كفرد وأن يكون أفضل ما بمقدوري إنتاجه في ظل الظروف التي أنتج فيها. لقد قرر إلسوورث روستون أن يتعلم التزييف بينما كان يمضي عقوبة في السجن، ولما خرج كان خبيرا في طباعة أوراق النقد المزيفة. يقول رغم أنه لم يسبق له أن عمل في الطباعة أبدا، فقد كان قادرا على اكتساب المعرفة الضرورية من أجل الخروج من السجن وتجهيز مطبعة. لقد عانيت الأمرين إلى أن حصلت على تمويل لإنشاء المطبعة عام 73، حيث طبعت فئة الدولار. كانت تلك تجربتي الأولى، ولم أكن أعلم مدى تقبل هذه الأوراق. كان مطعما في روكسبرغ ماساتشوستس، وكان الوقت
حوالي 7:30 صباحا. وضعت الورقة مع أخريات على الطاولة، وجاء الرجل ليأخذ النقود، وأخذ قلبي يخفق بسرعة. لقد كنت حقيقة في عالم آخر. أخذ الرجل الورقة، ومن حينها فصاعدا تعززت ثقتي على وجه الخصوص بتلك المهنة المزعومة، وزاد اهتمامي بها وحبي لها. هذه نماذج من الأعمال الأولى لروستون، أوراق من فئة $5 وفئة 20، وكلاهما طبعتا بطريقة الأوفست، وهي رديئة للغاية. ورقة 20 أحسن حالا من ورقة $5. في صيف عام 73 كنت أوزع أوراق نقد مزيفة من فئة $5 في هارتفورد. كان صباح يوم سبت عندما دخلت متجرا لبيع التبغ والسجائر الأجنبية، وبينما كنت أناول صاحب المحل إحدى تلك الأوراق، كان هناك رجل آخر في المتجر، ولدهشتي عرفوني به، واكتشفت أنه عمدة هارتفورد. لقد صدمتني تلك التجربة، فها أنا أرتكب جريمة بيد وأصافح العمدة باليد الأخرى. بعد مرور 10 سنوات لدينا أمثلة على أعماله من فئات $100، طبعت بالطريقة نفسها وبالآلات نفسها، إلا أنه حسن مهاراته بشكل كبير. هذه ورقة ناجحة نسبيا، وأعتقد أنه زيف 10,000، إلا أني غير متأكد من الرقم. قمت خلال 23 عاما بطبع 1,200 ورقة من فئة الدولار لم يجري تداول معظمها، وطبعت حوالي $60,000 من فئة $5 جرى تداول 10,000 منها، وطبعت من فئة $20 وأخيرا فئة $100. ومن بين 58 مليون من الأوراق المزورة جرى تقريبا تداول 5 أو 6 ملايين خلال فترة 23 عاما. أدخل روستون السجن عدة مرات بتهمة التزييف، ولكن بما أنه طليق الآن فإن رجال التحري سيراقبونه عن كثب. وكمعظم المزيفين استخدم روستون طابعة الأوفست، وقد عمدت المباحث إلى تدريب أفرادها على التزييف باستعمال مطابع مصادرة لمساعدتهم في تحرياتهم، وتخلف التقنية الحديثة وراءها أدلة وقرائن. تقليديا كان التزييف في معظمه عملا رأسيا يستوجب الاستثمار في مطبعة، وأن يكون فيها عامل نقش وحرفيون مهرة وشبكة توزيع، وهو أيضا يريد أن يجني هامشا من الأرباح. أما التزييف العشوائي غير المنتظم فهو نشاط أفقي يخلق مشاكل لها خصوصياتها أمام رجال المباحث، في حين يسهل اكتشاف محاولات التزييف الرأسية، وسرعان ما يمكن تتبع الأثر الذي يقود إلى مكان التزوير. ولكن إذا قام أحدهم فقط بعمل ورقة مزيفة ومررها بنجاح، فمن المحتمل ألا يهتدي أحد إليه. وإذا كان جوهر عمليات التزييف آخذا في التغير، فربما حان الوقت أخيرا لأخضر الظهر أن يتغير أيضا. بوب لوفر الرئيس السابق لمكتب طباعة ونقش الأوراق النقدية بأمريكا قاد حملة لتقصي أبعاد القضية، لكن وزارة الخزينة عارضت اقتراحا بتغيير تصميم الدولار. كل من شارك في حملتنا أدرك أن من الضروري للغاية القيام بتغيير جذري كتغيير تصميم الدولار، وأعتقد أن تغيير التصميم ينضوي عليه استعمال الألوان. على كل، فقد مضى الاقتراح قدما، وفي النهاية وصل فقط إلى الوزارة حيث جرى إضعافه.
كنا ندرك صعوبة إحداث تغيير جذري من خلال الإدارة السياسية التي هي فوق وزارة الخزينة أو حتى من خلال الكونغرس. ونتيجة لذلك أظن أن السياسيين بدأوا يفكرون بأفضل معوق يمكن إضافته إلى العملة ويحظى بموافقة بنك الاحتياط الفيدرالي، ولكنه لا يمس بشكل كبير شكل الدولار. هذه هي العملة الأمريكية الجديدة، إنها من فئة $100، وفيها ميزتان إضافيتان لضمان سلامتها من التزييف. الأولى وجود خيط من البوليستر لا يمكن رؤيته أبدا من قبل الضوء المنعكس، ولكن يمكن رؤيته بواسطة الضوء النفاذ، وهذا الخيط مطبوع عليه مختصر اسم الولايات المتحدة وفئة الورقة. أما الميزة الثانية فهي وجود طباعة مجهرية صغيرة تحيط بالصورة. في هذه المنطقة يمكننا رؤية كتابة دقيقة تحمل اسم البلاد، وإذا طبعت الورقة بآلة التصوير الملونة فإن ذلك سيظهر كخط متواصل مسنن، أما الكتابة الدقيقة فلن تظهر أبدا. إن إدخال الخيط الجديد سيستغرق ما بين 10 أو 12 سنة قبل توافر ما يكفي من أوراق النقد، خاصة فئات 20 و50 و100، وذلك قبل أن يصبح لها التأثير المطلوب. إن تغييرا جذريا أعمق قد يستغرق وقتا أطول كإضافة رسوم مجسمة، وهذه فكرة موجودة منذ 20 عاما. إن الكتابات والرسوم المجسمة هي أداة ممتازة، وقد أجرينا أبحاثا على استخدامها على العملة، لكن الصعوبة تكمن في أنها يجب أن تجتاز اختبار التجعد، وهذا ينطبق على أي شيء يستخدم سواء كان الحبر أو غيره. يجب أن تحتمل الورقة النقدية التجعد 30 أو 40 مرة لترى أنها ستدوم، ونرى أنه بعد تعرض هذا النموذج لفحص التجعد 3 مرات تقريبا أصبحت هذه حالته. ويجب على أي تغيير مقترح أن يصمد في وجه أشد الاختبارات التي تتعرض لها العملة قبل طرحها للتداول، حيث تخضع لأسوأ عمليات التشويه. خضراء الظهر يجب أن تبقى خضراء عند تعرضها لأقوى المواد المنظفة، ويجب أن تقاوم الانكماش عند غسلها على أعلى حرارة. هذا هو فحص التجعد المروع الذي سحق الكتابات والرسوم المجسمة، فأقوى القبضات لا يمكنها إلحاق مثل هذا الضرر. وفي كل مرة على الصورة أن تحتفظ بوضوحها. يجب على الدولار أن يصمد في وجه حمامات الأسيد والمذيبات المؤذية، والتعرض لما يعادل أسابيع تحت أشعة الشمس اللاهبة، وكل ذلك لا يعادل شيئا مقارنة بما يفعله الناس بهذه النقود. ويعاد هنا إحياء الأوراق القديمة، فالدولار هو دولار مهما كان متسخا أو محروقا أو مشوها، وبإنقاذ المتبقيات يمكن استرجاع النقد بقيمته الأساسية. تردنا أوراق نقدية تم مضغها من قبل الكلاب والخيول والخنازير، وأكثرها شيوعا ما يمضغه النمل الأبيض، والمطالب هنا لم يشر في رسالته أن الورقة أكلها النمل الأبيض، ولكن نتيجة للخبرة والسمات المميزة للأوراق التي يأكلها النمل الأبيض يكون بمقدورنا التثبت من أن هذه أكلها النمل الأبيض. وتقوم الفاحصة الآن بدراسة دقيقة وعمل نسخ مطابقة لكل ورقة.
وأعتقد أنها ستقوم بأخذ الزوايا وتفحصها بدقة وإلصاق كل حافة، وإذا حصلت على 5 حواف متطابقة في المساحة نفسها فإنها ستعرف على الفور أن لديها أوراقا من فئة 5 دولارات. هذه واحدة من أسوأ الحالات التي عاينتها، وكانت مزقتها إربا سيدة مسنة في 80 من عمرها. لا أعتقد أنه كان لديها عمل آخر تقوم به، وهكذا قررت تمزيق الأوراق النقدية. وبهذه القطع الصغيرة التي لدي قد أضطر إلى إعادة تجميعها للخروج بالصورة، وتقول العجوز إن لديها 3000 دولار. هذه الأجزاء 5 لصورة فرانكلين سيتم تبديلها 500 دولار. دولارات هذا الرجل تساوي أضعاف قيمتها الحقيقية عندما تعرض في صالة عرض الفنون، فستيفن باغز يرسم نقوده الخاصة به. في عام 84 كنت جالسا في مقهى بشيكاغو أشرب القهوة وأرسم ورقة دولار على منديل ورقي، وأعجبت النادلة بالرسم وطلبته مني فرفضت، ثم عرضت علي شراءه فواصلت رفضي، وعندها ابتعدت وهي حزينة، الأمر الذي أزعجني. وعندما عادت سألتها إن كانت ستقبل أخذ الرسمة مقابل القهوة والكعكة وثمنهما 90 سنتا، وعندما وافقت شعرت بالسعادة وسرت هي أيضا وكذلك الناس من حولنا، وبدأنا نتحدث عن هذا الأمر وتأثيره على الناس. وأثناء خروجي أصرت الفتاة أن أخذ الباقي وهو 10 سنتات، وما زلت أحتفظ به، وكلما رأيته أتذكر هذه الحادثة. ولا يدعي باغز أبدا أن أوراقه النقدية حقيقية، إنه يقدمها على أنها أعمال فنية، وقيامه بهذا العمل أصبح في حد ذاته عملا فنيا. No, well, I could draw you a picture of this, and you can use that. Okay. Good. I might come back. How's that? Is that a good enough deal? Okay. Thank you very much. Okay. Yeah. Well, good try. Exchange with you my $100 bill for its face value for the 2 fans, and get the receipt and the change back in exchange for my work of art, which I made. في محاولته 5 حالفه النجاح وقبلت الورقة بقيمتها الإسمية، وإذا كان صاحب المتجر محظوظا فربما يبيع الدولار إلى جامع قطع فنية. إن عرض دولارات باغز على هواة جمع القطع الفنية الصغيرة يمكن أن يجلب سعرا جيدا، وبالكاد أفلت باغز من ملاحقة قضائية في بريطانيا وأستراليا. ربما أن نشاطاته جرحت كبرياء بعض العملات، إلا أنه لا يشكل تهديدا نقديا. هذه ورقة نقد أصدرتها وكالة المخابرات الأمريكية CIA بغرض التخريب الاقتصادي خلال حرب فيتنام، فقد تورط الطيار بوب وفورد في عملية تزييف تدعمها حكومة بلاده، إذ كان يقوم بطلعات جوية فوق لاوس التي كانت في قبضة الشيوعيين، وبدل إلقاء المؤن والأطعمة
كان أحيانا يرمي بأكياس مملوءة بنقود مزيفة بهدف زعزعة الاقتصاد. كنا نحلق فوق العاصمة الشرعية لسان نوا لمدة ربع أو ثلث ساعة ونلقي أكياس النقود. كان هناك صاعق في الأكياس بحيث تفتح بعد رميها، وكان العديد منها ينفجر قبل إلقائه فتتناثر النقود في أنحاء الطائرة. وهكذا عندما عدنا كان علينا تنظيف الطائرة والتقاط هذه الأوراق التي كانت عملة تلاوس الكب، وكانت من فئات 50 و200 و400 كب. نظفت الطائرة وعدت للبيت. وفكرة الحرب الاقتصادية ليست فكرة جديدة، فقد جربت مرات كثيرة من قبل. Toplitz in Austria and the end of a long search which for years puzzled Scotland Yard and the international police. Down there at the bottom of the lake are boxes of printing plates and notes, the clue to what must be the biggest forgery of all time. Hitler had them made during the war to undermine Britain's economy by flooding the country with counterfeit money. Expert forgers released from concentration camps did the job, and what a job. They produced 350 million counterfeit pounds. The SS sank the lot together with the plates towards the end of the war. 14 years later, they've been found. Some of the boxes broke up, and the fibers came up in handfuls, fistfuls of fibers. ولصد هذا الغزو أصدر بنك إنجلترا ورقة 5 جنيهات جديدة فيها خيط معدني. في النهاية تم استبدال الأوراق القديمة بورقة 5 جنيهات متعددة الألوان. ومنذ نهاية الحرب غير البنك تصميم وشكل الأوراق 4 مرات في مسعاه للتصدي للمزيفين. إنه دائما تهديد خطير في مجتمع عصري يعتمد على النقود الورقية. لا ينبغي تواجد تزييف على نطاق واسع. إذا وصل التزييف مرحلة يقوض بها الثقة في العملة يكون الأمر قد بلغ حدا خطيرا، ونحن نعتبر أن أولى أولوياتنا المطلقة هي تحمل مسؤولية الإبقاء على هذا التزييف في حدوده الدنيا. بعد سنوات من الأبحاث أصدر بنك إنجلترا عام 90 أوراق نقد جديدة صممت لتقاوم آلة التصوير الملونة. أليستر ماككالوم هو أحد علمائهم، أعطى تعليمات للبحث عن طرق للتغلب على هذه التقنية المتغيرة، وها هو يزور معارض آلات التصوير للاطلاع على أحدث ما قد يقع بأيدي المزيفين. An original that I've got too. Yes. I don't think it'll present too much difficulty. ويعتمد اختيار ألوان أوراق النقد الجديدة على كيفية النسخ التي تنتجها آلة التصوير الملونة. في الناسخة الملونة يمكن التحكم في تغيير نسبة اللون أو تركيزه، ولكن ما نحاول عمله هو اختيار تراكيب ألوان تعتمد على بعضها البعض في توازنها، بحيث لو زدنا الأزرق في آلة التصوير نكون قد أخللنا بتوازن الألوان الأخرى في ورقة النقد. وقد وضع اللون الأخضر الباهت ليكون السلاح الأكثر فعالية ضد الآلة الناسخة، وهناك سمة أخرى تتركز على العين. خلف الصورة هناك سلسلة من الدوائر المتحدة المراكز مطبوعة بخطوط دقيقة مركزة على إحدى عيني جورج ستيفنسون. وما يحدث إذا نسخت هذه الورقة بواسطة الناسخة الملونة أن هذه الخطوط الدقيقة تتداخل وتتضارب مع خطوط التتبع الموجودة في الآلة الناسخة. قبل تصميم الأوراق الجديدة يقوم البنك بسلسلة طويلة من الدراسات النفسية.
وخرجت بعض الأبحاث باستنتاج مفاده أنه كلما كانت الصورة أكبر والأرقام أقل وضوحا، كلما تحسنت فرصة اكتشاف الأوراق المزيفة. إن للوجوه صفة فريدة، حيث يسهل ملاحظة حتى عيوب الطباعة الطفيفة، فأصبح استخدام صور كبيرة أحد الجوانب الهامة في التصميم الجديد. وما تزال صورة الملكة تتطلب توافر المهارات التقليدية في استخدام الخط الدقيق في الرسم والنقوش. وقد انقضى عامان قبل الاقتناع بأن العمل في الصورة قد اكتمل، وستستغرق أوراق النقد الجديدة أكثر من 10 سنوات لإصدارها. رغم أن عملهم تدخل فيه أحدث التقنيات، إلا أن ظهور الأوراق تصور شخصيات من القرن الماضي، فتبدو بذلك عتيقة الطراز. في هولندا تم التخلي عن صور الشخصيات، وقد مهد لهذا الاتجاه المصمم الهولندي المعروف أوكسينار في السبعينات من خلال تجاربه في الألوان الأساسية الزاهية. في بداية عملي شاهدت كافة الأوراق في أرجاء العالم، وتلاحظ هنا أيضا أوراقا فرنسية وإيطالية وصينية، وكانت ألوانها داكنة للغاية. الأوراق النقدية الوحيدة التي ألهمتني هي أوراق اللعب كنقودي لعبة المونوبولي، وهذا ما تفتقده الأوراق النقدية، عمل أشياء تسهل رؤية ما في اليد، حيث يمكنك مشاهدة أنها بغاية الوضوح وأن ألوانها جلية ورسوماتها واسماتها المطبعية تبينة. وهي أيضا عملية وسهلة الإنتاج، وهي كذلك محمية جيدا. وما يمكن إدراكه كذلك هو أنني صنعتها بنفسي، إنها نتاج شخص واحد وتحمل سمات فرد أنتجها، وأنا معجب بهذا. هذا ما لا أراه في أوراق النقد الأمريكية، فالدولار يحمل شكله منذ قرن مضى ولا يعبر في أي ناحية عن البلاد اليوم. ومثل بريطانيا، تعيد هولندا تصميم أوراقها النقدية كل 15 أو 20 عاما، وكانت آخر سلسلة من تصميم فنان شاب اسمه ياب درابستاين أصدر تصميما تجريديا هو امتداد لمدرسة أوراق المونوبولي، يحتوي على ابتكارات عديدة تحميه من آلة التصوير الملونة، واستخدم ألوانا لا تظهر جيدا في التصوير. حاول الناس دائما إصدار الورقة النقدية التي يتعذر تزييفها، وهو بالطبع ما أطمح إليه كذلك. تكمن المشكلة في أن المزيفين تزداد دوما معرفتهم والإمكانات التقنية التي بين أيديهم، ولذلك فنحن نواجه وقتا عصيبا في سبيل البقاء متقدمين عليهم. إن ورقة الجلدر من فئة 25 لها عدة سمات أمان فريدة. إنها أول ورقة نقد في العالم تحمل رمزا لمنع التزييف، والأرقام المتسلسلة لكل ورقة تسجل أوتوماتيكيا قبل أن توزع الأوراق، وهذا يمكن بنك هولندا من تتبع كل ورقة، ويتم بسرعة اعتراض سبيل أي ورقة مزيفة تحمل الرمز نفسه حين يجري تفقد أوراق النقد. وقد أخفيت فيها سمات الأمان السرية المعتادة التي لا يعرفها سوى البنك، كما طبع عليها قائمة فحص تحوي 3 نقاط تتيح للناس التثبت بأنفسهم من أصالة الورقة وصحتها. أول أمر هو طائر أبو الحناء الأحمر في العلامة المائية، وثانيها هو طبقة الحبر الملموس على وجه الورقة الذي يمكن تحسسه، وثالثها أنك عندما ترفع الورقة في النور تشاهد زنبقة تيوليب وزهرة برية، لأن وجه الورقة وظهرها متطابقان تماما. ويبدو الدولار بمظهر تعوزه الأناقة مقارنة بالعملات الأخرى الزاهية، كما أن افتقاره لسمات الأمان أمر يتندر به المزيفون.
لو أتيحت لي فرصة تصميم ورقة نقدية ولو بشكل نظري، فإنني سأضع في الجانب الأيمن من الورقة من الأعلى والأسفل الأرقام العربية، وسأضع صورة كبيرة، وأضع على الجانب الأيسر علامة مائية. تحمل أغلب الأوراق النقدية علامة مائية يمكن مشاهدتها فقط عند رفع الورقة في الضوء، وهي ما تزال واحدة من أكثر إجراءات الأمان فعالية ضد كافة أنواع التزييف. وتنتج شركة بورتلز الإنجليزية أوراق نقد لأكثر من 100 دولة، والقطن هو مكون أساسي يعطي الأوراق نسيجها وبنيتها المتميزتين. وتضيف شركة كرينز صانعة الدولار الكتان وقطن الدينم الأمريكي لجعله متينا. وتتفوق شركة بورتلز على شركة كرينز بسبب نجاحها في إنتاج العلامات المائية على نطاق واسع، وتبدأ العملية بنقش على الشمع. كلما قشط المزيد من الشمع كلما بدت الصورة أكثر وضوحا، وسيصبح الشمع هو القالب للصورة المائية، وتثبت أختام على شكل سياج شبكي معا في صفائح وتلف حول اسطوانات ضخمة. وبغمس هذه الاسطوانات في عجينة ألياف القطن يطبع كل ختم صورة مائية، وبينما لا تزال الورقة عجينة طرية يمكن إدخال خيوط معدنية أو بلاستيكية. وهكذا فإن الورق يمكن أن يلعب دورا حاسما في حماية أوراق النقد ضد المزيفين. وسيحتفظ الدولار المتصور إنتاجه مستقبلا بخيوط الأمان والذي يبين قيمة الورقة، وسيتمثل التغيير الهام التالي في إضافة ألوان أخرى. فهل اللون الأخضر مهم للدولار أم أن له مستقبلا غنيا بالألوان؟ وتصنع شركة سيكبا السويسرية الحبر لمعظم أوراق النقد في العالم، وينتج فرعها في أمريكا أنهارا من اللون الأخضر واللون الأسود. وخضرة الدولار يصعب تقليدها، وستزداد المشقة إذا صاحبتها ألوان أخرى. فاللون الداكن ليس من نتاج صبغ واحد، فهو يصنع من مزيج سري من الأصباغ والمواد المساعدة على التماسك. لو أتيح لي لأدخلت الألوان والتصميم من غير أن يكون لها تأثير غامر، ولكنها تضيف قوة إلى التصميم في المعركة ضد التزييف. ثم أنني سأنظر في استخدام أشكال مختلفة وأختار واحدا أو اثنين. هذه الشركة حصلت على عقد من وزارة الخزينة الأمريكية لإنتاج أدوات تتغير ألوانها عندما تبعد وتقرب من الضوء. قام علماء الشركة بإنتاج أغلفة رقيقة متناهية في الصغر وضعت على شرائط بلاستيكية في حجرة مفرغة. كان لختم الخزينة ألوان ناجحة حتى أجري عليها اختبار تفتيت الخيوط. وكان على الشركة الخروج بفكرة جديدة، فقاموا بنزع الطبقة الحساسة للضوء وجعلوها صفائح رقيقة، وتقضي الخطة باستعمالها كصباغ لصناعة حبر يمكن طباعته على العملة بدلا من استعمالها كخيوط. وليس من المدهش أن هذا الحبر المتغير بصريا باهظ الثمن، ولكن بلدانا كتايلاند جربته. هناك تغير ألوان في إحدى زوايا ورقة النقد هذه، وتظهر أدوات أخرى للتغيير البصري غالبا في الأوراق الثمينة. ومشكلة التفتيت لم تحل إلا جزئيا، وربما بعض التصاميم في الولايات المتحدة قد تسقط في اختبار الذوق واختبار التفتيت أيضا. لذا فهذا هو المخطط لدولار جديد، ربما ليس بالإخضرار الكافي، وربما تصميمه ليس مبهرا، ولكنه سيجعل حياة المزورين أصعب،
وسيظل السؤال: هل من الممكن مقاومة تزييف العملات؟ Thank you.